سمعتي مستمعينا، مرحبا بكم معنا. جا وقت نتهلاو في راسنا، نهتموا بأناقتنا وجمالنا. رفقة خويا فتاح عشاب مشكور على حضوره معنا كيف العادة. صباح النور. صباح الورد. كلشي بخير. اطلع على هذيك الصحة، ربي يخليك الله يحجبك يا رب. يا ربي داكشي تبارك الله هو هذاك. ربي يخليك اخويا فتاح. غادي نكملوا حديثنا توا اللي بدينا هذا الأسبوع، تهلينا في السنينات، تهلينا في الوجيه. شوف احنا ان شاء الله بإذن الله سمي اختي غنتموا غادي معاهم كما قلنا، قلتي من قطايد راسهم سبع رجليهم، حنا غادي معاهم يصبروا معانا وبشوية بشوية، والوصفة اللي ما سجلوهاش وما عقلوش عليها ولا شي حاجه يقولوا لينا ونعودوها لهم بالتدريج وبشويه، حنا ما خاسرين والو، حنا معاهم. شي ملي كيتصلوا بينا مثلا ويتصنتوا لينا وياخذوا فائده او جوج مثلا، راه داك هو الربح الكبير. حنا باقيين في السنينات، قلنا باه هضرنا على السنين، قلنا الانسان الحويجات اللي كتحدد المكانه ديالته، خصوصا من ناحيه كيفاش كيهضر، كيفاش كيتكلم، كيفاش الجمال ديالو، هما السنينات. لحقاش قلنا لحقاش ان السنان هما الحويج الوحيد اللي كيلاحظوا كيبقوا روماكيهم في الانسان اللي كيتكلم معنا، كنتبعوا شنو هو مصدر الصوت. لهذا ما فيه بس هنا في سنيناتنا، وماشي شي حوايج غالية، لا، كيبقى زيارة الطبيب كعنوان كبير باش دائما العناية، واللي كيجي ديك التويشيات المغربية التقليدية اللي في العلاج الطبيعي العربي ولا المولود الشعبي المغربي، راه كاين شي حوايج كنتهلاو فيها بالسنة ديالنا. البارح هضرنا نعاودو نكرروا بعجالة بالنسبة للتبييض، هذه اللي لك تقشر والسنينات وتغطيهم وتبوليهم وكتحيدني هذوك الرواسب ديال الطعام ديال القهوه ديال التدخين ديال الناس اللي كيتعطلوا كيحكوا سنانهم في المناسبه، راه ماشي تحك سنانك تكون غادي معروض، راه كنشوف شي ناس بعض المرات يكون غادي معروض يحكوا سنانهم، لا، الحكم ديال السنان يكون على الاقل مره الصباح مره في العشيه، ومن بينها ومن بين هاد الادادو يحاول ما امكن ينوع من داك المعجون الاسنان اللي كيشري، ينوع مثلا خذا هاد الاسبوع مثلا معجون اسنان فيه الفليور، مره اخرى ياخذ فيه القرفه، مره اخرى فيه الغسول، مره اخرى فيه الفحم، ينوع يبدل تنوع. حتى ديك السنه ولات تا كتغير تا هي، عقلتي فاش نهضروا على البشره ملي كنبدلوا لها لي ماسك وبدلوا لها لي سوان، اش كدير هي؟ كتولي مقاومه، كتخدم مع هذه وتخدم مع هذه وتخدم مع هذه. رجعوا للتركيبه ديال البارح ندوزوا لها بسرعه ان شاء الله باذن الله. غنحتاجوا فيها قشور ديال البيض، ونقولوا قشور البيض راه عارفين قشور البيض اللي طلبناهم وزوقنا فيهم باش يجمعوهم، يطحنوهم ويدقوهم توليو رقاق بحال الفورس. ونحتاجوا كذلك السواك مطحون، راه كاين السواك، حنا دخلنا مورد شعبي مغربي اللي هو السواك. نلقاو حاجه اخرى هو عرق سوس، عرق سوس رائع رائع. دابا الناس اغلبيه اللي تيقطعوا التدخين باش كيعوضوا التدخين باش كيعوضوه بعرق سوس في الفم، كيلهي بفم. اول حاجه كينقي وكيعطي ريحه زوينه، عرق ريحه زوينه، ونقيو تبدو هذيك الالياف ديالو شويه واقفه كيتغلغل لينا ما بين السنه كنقيو بلاصه الماكله. وزائدا فوق هادشي كله هو مرطب، كيرطب حتى البلغم. الناس اللي عندهم مثلا كتسبقهم ديك الربروبه ديال كتكون في هنايا في الحنجره، ملي بغى يكحو ولا بغى يهضر شي حاجه كتسبقو هذيك كترطبو وتخليها تخرج بنعومه. غنحتاجو كذلك الفحم، الفحم هنا هضرنا عليه، ان الفحم كاين جوج انواع، كاين الفحم الطبيعي اللي كيستخرج باطل الارض اللي كيكون منشط وغني بالمعادن وغني بالعوالق وغني بزاف الحوايج، كيسمى فحم منشط. ما لقاوش راه قولوا لهم الطريقه باش يصوبوا الفحم العادي ويديروه يولي منشط، شنو هو؟ عصير الحمض ديالنا، نهضروا شويه على عصير الحمض تيكرم ويكرم ويكرم صافي من يجف انت وندقوا ندخلوا مع التخليطه هذه. حنا هادشي كامل ناخذوا ان شاء الله باذن الله معلقه صغيره من كل حاجه، قلنا قشور البيض، السواك، عرق سوس، الفحم، الشبه، وغنزيدوا من القرنفل. حنا كنعرفوا ان القرنفل راه كيدخل في علاجات ديال الفم، رائع رائع. وعطينا مثال على الدونتيست ديك بونس اللي كيعمرنا فيها لاباز ديال القرنفل باش كيمسكي الالام ومضاد الجراثيم. هاد التركيبه كامله ان شاء الله باذن الله تخلط دار في شي قريعه ديال الزاج، وحكي لك تاع الزاج نولي نبغي نحكوا سنان نمشيو نجيبوا شي سنان، ما نمشيوش نشرو ديك الغاليه كاع، لا، علاش؟ غتبقى عندهم شي سنان ديالهم والمعجون ديالهم، هذا كيدار مره واحده في الليل من يبغيو ينعسوا. شي سنان تكون عاديه نفزقوها بالماء ونمرمدوها في هاد الخليط هذا، تهز لينا شي كميه ونبداو نبروسيو، ناخذوا وقتنا نبروسيو ونديروا في بال ديالنا اننا راه كنقوميو وكنطويو وكنقشرو وكنحيدو، زائد ملي نساليو ماشي تم تم نبصقوه ولا نشلوه ولا لا، نخليه واحد دقيقه ولا جوج يبقى يدور في الفم ديالنا ونبدا نبصقوه بشويه بشويه. علاش؟ هاد المركب وهاد العناصر بغينا تغلغل في اللثه وتغلغل بين السنه والسنه، حتى لما من نشلو فمنا كتبقى واحد الريحه خارجه من الفم زاز لوز روعه صراحه. تبارك الله، في غير مواد قدا قصور البيت يكروطيو صراحه. السواك راه معروف، السواك في مورد الشعبي المغربي السواك، كاين عرق سوس يلا ما تعكزوش مسامعاتي وشكواتي. شوف هذه ملي جمعناها والله ما كامله 30 درهم تصاوبين كميه يغسلوا بها 3 شهور حتى 4 شهور ما فيها باس عادي. وبالنسبه لهاد المناسبه كاين واحد الحويجات اخرى ان شاء الله نطرقوا لها في هاد الحلقه هذه، الا وهي رائحه الفم. هادو ناس كينقيو كيصوبوا كلشي وكتبقى واحد الريحه، كنعرفوا الريحه شنو هي؟ هي بقايا ديال الطعام اللي كتعطينا البكتيريا. هاد الفم ديالنا راه هو مرتع ديال البكتيريا اللي ما تتوقعيش، فخبارك الفم ديالنا عدد البكتيريا اللي فيه اكثر من البكتيريا اللي كتكون في البوتشامو ولا الشيفون اللي كديروه، اكثر منه بالاف الف مرات. علاش؟
كنقول كاين الماء، ملي كاين الماء وكاين الطعام اش كاينه؟ كاينه حياه، يعني كاين تكون حياه، كاين بكتيريا، كاين طفيليات. لهذا غنعطيهم واحد التويشيه اللي غتنقي وتبيض، وتا هي كذلك التبيض، وتحيد الريحه وتنطويه ما بين السنه والسنه، وتحيد هذاك الكركر القديم تحيدو. اش كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها لا خل التفاح، نقولوا خل التفاح راه تنقولوا واحد نوع من ليزاسيد، يعني من النوع الاحماض اللي مطهره، مطهر ومعقم. راه حنا في ايامات كورونا راه حنا بقالنا نتوضاو بها خل التفاح. ياس كاين، المهم كاين خل التفاح معقم ومطهر، وزائد انه ديك الاحماض اللي فيه كتفرست لينا وتشقر لينا وكتذوب لينا داك الترسبات الكلسيه والجيه اللي كيكون باقي في لي، زائد بقيه الطعام، زائد القهوه، زائد الشاي، زائد التدخين. هذاك كتبدا تفرست فيها بشويه 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 حتى كتولي سنه بيضاء رائعه، وما كتخليش يتجمع الماكله ولا الطعام في ديك الاماكن. اش غنزيدهم؟ غنزيدهم الزعتر. هاد الكميه نقول لهم باش يصوبوا هذا بامبوش، يعني واعر زوين، غنصوبوا ان شاء الله باذن الله نسيطروا نسيطرو ديال الخل التفاح وقرعه. دائما قرعه ديال الزاج يكون لونها مغلوق، نديرو فيها نسيطرو ديال الخل التفاح. واش غنزيدوهم؟ غنزيدو معلقه كبيره ديال الزعتر يكون مطحون. الزعتر من العلاجات ديال الفم ولا التاء، رائع رائع. زعتر. مطحون الزعتر. تبعوا معايا، معلقه كبيره مطحونه ديال اش؟ ديال الخزامه. الخزامه اش كنقولوا؟ الخزامه اش كنقولوا؟ زيت عطريقه قوي، زائد كترمم من الجروح، كتلائم الجروح. اش غنلقاو ثاني؟ القرنفل. حنا هضرنا عليه البارح وهضرنا عليه تقبيله. القرنفل رائع حتى هو، معلقه كبيره تكون مطحونه. كيبقى لنا حاجه واحده اللي غدير لنا العنايه والترميم من الفم والتا كامل، الا وهي مريوت. هاد العشبه اللي كنساوها كنساوها مريوت، رائعه. شوف لي سمي مريوت من الاعشاب، اويلي كتكال المعده، المصران، كدير الطفح الجلدي، دير الاكزيما، دير الناس اللي عندهم طفح جلدي ولا عندهم التهاب في الفروه، كدير الشعر كذلك. نقولوا مريوت نقولوا من الاعشاب الدابغه. والاعشاب الدابغه عقلتي الحلقه فاش هضرت على هضرت مثال بفنان الله يرحمه سي محمد درويشه، الحنه كذلك مريوت. مريوت هي غنيه بالراتنج، وزائد ان من العناصر الدابغه اش كدير؟ كتقوي وكترمم وكتخيط وكتمنع حتى النزيف، زائد انها علاج رائع رائع لاي جرح او اي. ومنين نقولوا بهاد الجروح نقدروا نطرقوا لواحد الجانب اخر، نقدروا نرجعوا ليه مع الوقت. هاد العناصر كلها نجيبوها معلقه كبيره مطحونه ونديروها في هاد السيطرو ديال الخل التفاح ونسدوها وناخذوها مزيان ونحطوها، ما نحطوها لا في الشمس لا في بلاصه، عارف شي بلاصه في الدار. علاش؟ الحل اللي عفوا الخل كيقوم بالتحليل ديالها وكيدير التفسيخ ديال دوك العناصر، كيستخلص لينا منهم دوك العناصر العلاجيه والغذائيه اللي فيها. نخليوها 15 يوم يصبروا علينا هاد السيطرو في هاد الاعشاب هادو، نعاودوهم بالزربه. كاين الزعتر، الخزامه، قرنفل ومريوت، نديروها في التفاح نسيطرو، قرعه ديال الزاج ونغامق، ونخليوها 15 يوم يوميا نحركوها. من ورا 15 يوم نصفيوها ونديروها في شي قريعه تاع الزاج كذلك. نقولوا ناخذ من قيمه قياس الغليقه او معلقه كبيره، نديروها في الفم ديالنا وبقى نمضمضوا بها مضمضوا بها مضمضوا بها، نبصقوها بشويه بشويه بشويه. وعفوا بهذيك الفتره يخلي واحد تقريبا من 10 حتى ربع ساعه ما يشربوا لا ما لا والو. علاش؟ بغينا هذاك العصاره وهذا الخل التفاح هذا يبقى خدام عندنا في الفم ديالنا. هذا نديروها على الاقل، على الاقل نديروها جوج مرات. هذو الناس اللي عندهم رائحه كريهه بين قوسين، هذو يديروها جوج مرات في النهار، يديروها في الصباح من ورا الفطور، ويديروها في الليل بغاو ينعسوا، يمضمضوا بها ويخليو ينوكوا فيه من هنا هنا ويبصقوه ويخليوه حتى الشتاء داز لهم شي حاجه الريق وسرطوه، راه كله منافع. خل التفاح كناكلو، هاد العشاء اللي قلت كلها كتكال ما نخافو منه ما والو. وفي نفس الوقت تيخلي لنا واحد الريحه زوينه وزوينه زوينه. الناس اللي داروها راه غيتفكرونا وراه مهم ويداو معنا. مهم ويداو معنا ان شاء الله. صح خويا فتح الشاب، شكرا على الوصفه صراحه اليوم، ودائما تهلاو في الشكل ديالكم ضروري، والسنينات من الاولويات ديال الغسيل. صحيح صحيح. ولا ضحكتيني قلتي ملي كيكونوا معروضين كلك تمشي من الحمام للحمام هو تسمحي لي. شوف كاين واحد القضيه، شي انسان ما يقلبش كما قلنا البارح على ذاك الجمال الفاتن، الجمال ابدا. انسان اللي كان راضي بشخصيته وراضي بحياته وراضي بلبسه وراضي بالمجتمع ديالو بالوضعيه ديالته بحياته راضي بها، العالم كله اش كيجي قدامك؟ اوف علاش؟ ما غينفعك حتى واحد الا كنتي متصالح مع نفسك، ويجي شي واحد يكريتيكي ولا يلاحظ ما غينفعك حتى بحاجه. في هذا الخضم هذا غنذكر واحد السيده رائعه رائعه، الا وهي ربيع العدويه رضي الله عنها. هذه ربيع العدويه لم بين العيالات المتصوفات اللي خلاتنا موروث يعني في الامداح وخصوصا في ذكر الله وداك الشيء. اش كتقول لك؟ كتقول لك اش كتقول في مدح الله؟ ماشي مدح الله، كتقول في التناجي مع الله تعالى. كتقول لك ليتك ترضى والناس غضابه، وليتك تحلو والحياه مريره. شي اللي رضيتي انت العالم كله دايز،
خاصكم الرضا والرواه الاستقرار الذاتي وان نقبلوا ذاتنا باش ما باش ما الله بابسط حويجات نتهلاو في ذاتنا وما نساوش ان المورد المغربي المورد الشعبي راه غني راه ما نساش حتى حاجه في جسم انسان راه صراحه المورد المغربي والشعبي وكنقولوا لي حنا العشابه تنقولوا علم الجدات هذا علم الجدات راه ماشي حاجه من فراغ راه حاجه جات بالتراتبيه بدات من عهد العلم اللي جا من عهد الناس اللي من قبل الاسلام في عهد الاسلام ومن عهد وبمناسبة نكون نعطي واحد بصيفة لجات على خاطركم سريعة اوكي هذه الوصفه هذه غتكون في علاج اللثه ان شاء الله باذن الله علاج اللثه علاج اللثه الناس بحال اللي كيعضوا لسانهم واللي كيوقع لهم ماشي لي زافت ولا شي حاجه عطيهم واحد الكريم صغير لا باز ديرو غير العسل فقط لا غير غيديروا غير كويس العسل ديال اتاي اللي كنشربوا اتاي كويس ديال العسل وغيزيدوا معلقه ديال البروبوليس راه البروبوليس ولا معروف وغنزيدوا واحد زويته ولا جوج ولا ثلاثه حسب اللي لقاو من هاد الاعشاب اللي هضرنا قبيله عليهم لقاو زيت ديال القرفه والزيت ديال القرنفل ولا لقينا زيت الكاليبتوس نديروه لقينا هاد الزويتات نديروا نص معلقه نص معلقه مع قفه الكويس ديال هاد الكاس ديال العسل مع هاد المعلقه ديال البروبوليس ونضربوه بحال شغل كريم نوليو هذا نسوكو بها بصبعنا لمن الناس اللي عندهم لي زافت والناس اللي عندهم تسلخات بحالاش الناس اللي كيكونوا ناسف اللي كيعضوا اللسان ديالهم ولا عضوا الشفيف اللي عضوا اللثه ديالهم شي حاجه الناس اللي كيكونوا كذلك كيشربوا شي حاجه سخونه بسرعه ما كيعرفش كتملخ ليه الفم ديالو هذا علاج فعال وكذلك شنو نديرو خفته نعم شنو الطريقه الوصفه هذا غير العسل ديال عادي جيبوا عسل عادي رخيص مثلا عسل ديال مثلا نقولوا عسل ديال الليمون ونزيدوا معلقه ديال البروبوليس حنا حفزناه بروبوليس راه كيرمم ويقوي البروبوليس وغنزيدوه نص معلقه مناش من زيت القرفه نص معلقه من زيت الكاليبتوس ونص معلقه من زيت القرنفل فقط لا غير ونضربوه تيولي شغل كريمي وندير في قرعه ديال الزاج وندرقوها ونخليوها الناس عندهم هاد المشاكل هادو وخصوصا اللي زافت ملي نقولوا زافت نقولوا واحد مرض مناعي هما اللي كيبان فيهم هاد الناس بحال لقيت الدكتور ديك المره كان بحال مرض بهجات كيعطي الموبيل المؤشرات تاعو ولا زفت في الفم والسلام عليكم وعليك السلام تسمعتي الميساج ورايش معنا بالجو خويا يفتح الشاب شكرا جزيلا على حضورك معنا شرفتينا ونورتينا شكرا خويا عبد الهاب مسودي الله يخطيك وسلامي اكيد لفريق اعداد برنامجكم لاله فاطمه